عقد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان وتطوير المناطق العشوائية المنفذة بالمحافظة. وفي بداية الاجتماع توجه اللواء خالد فودة بالشكر لوزير الإسكان ومسؤولي الوزارة على جهودهم المبذولة في أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر شباب العالم الذي سيعقد الشهر المقبل بالمدينة. وصرح الدكتور مصطفي مدبولي أنه تمت مناقشة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة، حيث تم التشديد على سرعة صرف 90 مليون جنيه هذا الأسبوع من مستخلصات المقاولين لدفع العمل في المواقع المختلفة خاصة بمنطقة الرويسات، كما تم التوجيه أيضا بسرعة الانتهاء من 500 وحدة التي يتم تنفيذها بشرم الشيخ.